السلام عليكم يا أحلى متتبعين، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم غادي نقدم معكم دجاجة مبخرة ومعمرة، كتجي زوينة بزاف، كتجي بنينة، والرز ديالها كيجي كذلك هائل، والسر في البنة ديالو. فخليكم معايا حتى الآخر الفيديو، غادي تعرفوا على المكونات كذلك على الطريقة ديال التحضير. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وما تنساوش لي لايك الفيديو، وغادي ندوزو ان شاء الله للطريقه ديال التحضير والمكونات. بالنسبه للدجاجه القياس ديالها 2.5 كيلو، فالقياس كيبقى حسب شحال نتوما بغيتوا تطيبوا، حسب افراد العائله. يعني انا اللي استعملت فيها 2.5 كيلو. بالنسبه للزيت خديت زيت الزيتون كاس الا ربع، نتوما كيف ما شفتوا نصف ما كاملش. عندي 2 ضريسين ديال الثومه والملح، بزار، قليل من البزار، الخرقوم، وسكينجبير. انا كنكثر سكينجبير. عندي كذلك الحامض مصير والقزبر والمعدنوس اللي طحنتهم مزيان. وغادي ندوز للطريقه ديال التحضير. غادي ناخذ واحد الاناء غادي نوضعوا فيه الربيع، كذلك العطريه كيف ما كتشوفوا. سكينجبير انا كثرته، البزار ما كنديرش منه بزاف، والخرقوم، وجوج ضريسين ديال الثومه حكوهم. بالنسبه للزيت زيت الزيتون استعملت كاس الا ربع. وبالنسبه هنايا كيف ما كتشوفوا الربيع انا كثرت، كنكثر شرموله باش غادي نشرمل الدجاجه، وداكشي اللي بقى ليا كنحتاجو في الرز. ها انتما كيف ما كتشوفوا كنشرملوها مزيان، ونهزوا ليها الجلده ديالها ونعمروها من الداخل مزيان من كل الجوانب حتى كنشرملوها مزيان. فهنا غادي نخليوها كتشرب شرموله ديالها، كل ما عطيناها الوقت كيكون مزيان. يعني الا كنا بغينا نطيبوها الصباح راه حنا بالليل خصنا من الاحسن نبيتوها مشرمله، ولا كنا نطيبوها في الليل نشرملوها الصباح. المهم كل ما عطيناها الوقت ديالها كتشرب شرموله ديالها مزيان. فهنا بعد ما خليتها مده غادي ندوزو للشرموله. كيف ما كتلاحظوا شرموله انا درتها بكثره باش تشيط ليا نديرها في العماره. الكبيده قطعتهم رقاق كيف ما كتشوفوا، ثلاثه عندي قطعتهم رقاق. كذلك الحامض مقطعته هو رقيق، حامض مصير. وهنا الرز اللي سلقته من قبل، ضروري كنسلقوا الرز، وعاد غادي نشرملو حتى هذا الرز مزيان. فهنا الا كثرنا العطريه من الاول، الا درنا التوابل الكافيه فما كنحتاجوش باش نزيدو، وإلا كانوا توابل قليله فيمكن لينا نزيدو اضافات باش يتشرمل لينا الرز مزيان. يعني يمكن لينا نعاودو نضيفو من الخرقوم ومسكينجبير، انا ما ضفتهمش في الاول، درت كلشي مزيان كيف ما شفتو معايا. والسر ديال البنه ديال هذا الرز هذا ملي كنكونو كنشرملو، حتى كنشرملو الدجاجه كنبغيو نعمروها، وكنضيفو معلقه ديال الكمون للرز كيعطي واحد البنه اللي هي هائله بزاف. الا ما كنتوش كتضيفوها ضيفوها، راه كتبنن الرز لواحد الدرجه، يعني كيجي بنين بزاف. وبطبيعه الحال حتى الربيع يكون كتير، فكنتمنى تجربوا الطريقه ديالي، صراحه كيجي زوين بزاف، كيجي بنين الرز. كذلك الدجاجه حتى هي كنشرملوها بقبل وكنخليوها. انا صراحه ما كانش عندي الوقت، ما خليتهاش بزاف، فقط واحد ساعه هكاك شرملتها. ولكن واخا هكاك جات بنينه بزاف. وكيف ما كتلاحظوا هنا غادي نعمر، كنعمرها بالرز مزيان. فهنا حسب الرغبه ديالكم تقدروا ديروا تعمروا بشعريه، تقدروا بالرز، انا كنفضل الرز. وهنا بعد ما كنعمرها مزيان الرز اللي كيبقى ليا كنرافق به الدجاجه ملي كطيب. فالا جربتوا هذه الطريقه غتولي معتمده عندكم، صراحه كتجي بنينه بزاف، ما تشبعوش منها. وهنا غادي نكمل بنفس الطريقه حتى كنعمرها مزيان، فالحشوره ما كتخرجش، يعني كتبقى شاده بلاصتها. عمروها غير مزيان، وكنجمعوا ليها الفخيضات ديالها وكنعقدوهم، وهكذا ما كتفتحش لينا. وبالنسبه للطريقه ديال الطهي ديالها كنحطوها كنقلبوها على الصدر ديالها في الكسكس، وكنخليوها كتاخذ الوقت ديالها الكافي على عافيه مهيله، وكطيب مزيان. والرز كامل كنديروا عليها من الفوق، يعني كنغطيوها بالرز، كتغم بالرز وكطيب، ما تحتاجوا لا تقلبوها ولا تدوروها، كتبقى هكاك على الصدر ديالها حتى كطيب. ملي كتجبدوها كتجبدوها طايبه من كل بلاصه، بالعكس كتجي طايبه مزيان، كتجي فتيه. يعني الرز الدجاجه هي اللي كنحطو من التحت على الصدر ديالها،
كيف ما كتلاحظوا انا حطيتها على الصدر ديالها، والروز كامل اللي بقى ليا كنغطيه بها من الفوق. وعطيوها وقت في الطياب، خليو ليها العافيه مهيله، راه كطيب مزيان. ملي تقلبوها غادي تلقاوها طابت كلها من الجوانب كاملين، وكتجي فتيه وكتجي مزيانه، وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. فغادي نستمر وغادي نضيف الكميه اللي عندي كلها كيف ما كتلاحظوا. ها انا غطيتها مزيان وغادي نخليها طيب على عافيه، اللي هي مهيله كطيب على خاطرها وكتجي طيبه مزيان.